بالنسبه للاحتفال بالهدف، طبعا بعد استخدام الفي اي ار في الفتره الاخرانيه بنشوف كتير اهداف بتتسجل، وبعدين اللاعب يبالغ في الاحتفال ويخلع فانيلته، وبعدين الحكم يديله انذار، واحيانا بيبقى ده الانذار الثاني وبيتم اخراج البطاقه الحمراء ليه. وبعد كل ده نرجع تاني نلاقي الفار مثلا او الفي اي ار يرفض الهدف ويتم الغاء الهدف بنص القانون وبنص التعديل. في حالة الاحتفال وحصول اللاعب على إنذار وإلغاء الهدف لا يلغى الإنذار، لأن الإنذار هنا كان سببه هو السلوك غير الرياضي.